بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، طلبة تقنيات التمريض، المعهد التقني كوف في جامعة الفرات الأوسط التقنية. هذه المحاضرة هي محاضرة مراجعة للمنهج الأكاديمي اللي أخذناه بالكورس هذا، ولأنه العدد كبير وللدراستين الصباحي والمسائي ولضيق الوقت عليكم، فحبيت أنه أعمل درس أونلاين لكي تستفادوا منه، لأنه لدي بعض الطلبة إجاباتهم ركيكة، إجاباتهم ليست مقنعة، لذلك حصلوا على سعيات متدنية. لذلك يجب عليكم مراجعة المادة بالشكل الصحيح. فأهم الملاحظات اللي أنوه عنها، أنه هذه طبعا هي المحاضرات الثلاث الأول، هذا هو البي دي اف. على سبيل المثال عندما نجي إلى الحاسوب ومكونات الحاسوب، نجد أنه الحاسوب يشمل المكونات الرئيسية، تشمل المكونات الرئيسية للحاسوب اللي هي مثل ما قلنا البيانات، هذه البيانات، بعد ذلك المعالجة ونتائج المعالجة، أو نقدر نقول الانبوت معالجة والاوتبوت، هذه هي تشمل المكونات الرئيسية للحاسوب. بعد ما أسألك ما هي المكونات الرئيسية للحاسوب، راح يكون هذا جوابك، راح يكون البيانات، المعالجة، نتائج المعالجة، أو نقدر نقول الإدخال أو المدخلات من المعالجة، الأوتبوت، إنبوت، معالجة، أوتبوت. عندما ننتقل إلى الخطوة الأخرى اللي هي وحدة المعالجة المركزية، وحدة المعالجة المركزية CPU، اللي مطلوب من عندك انه تفهم شنو هو السي بي يو. اكيد احنا شرحناه بالمحاضرات، وايضا لدينا بعض الدروس الموجودة على اليوتيوب بامكانك الاستعانة بها بالنسبة للطلبة اللي عندهم تلكؤ بالحضور. اوكي، فعندنا اهم الكومبوننتس بالنسبة للحاسوب هو المعالج CPU والذاكرة العشوائية الرام ووحدة المعالجة المركزية وكذلك وحدة التخزين. على سبيل المثال عندما نتطرق إلى ما هي وحدات التخزين الشائعة، وحدات التخزين الشائعة اللي هي الـ HDD والـ SSD، هذه وحدات التخزين الشائعة، وحدات الإدخال والإخراج. سلام. الآن ننتقل إلى استخدامات الحاسوب. استخدامات الحاسوب، رقم واحد الأعمال المكتبية، اثنين الإنترنت والاتصالات، ثلاثة التعليم، أربعة التصميم والإبداع الرقمي، خمسة العلوم والبحث، الألعاب والترفيه. هذه شنو ممكن تجيك تعداد، هذه الاستخدامات الشائعة، الاستخدامات الشائعة. طبعا توجد الكثير معنا، لكن احنا ملتزمين بالمنهج الأكاديمي، فتعدد لي من هذه المواضيع. طبعا هنا عندنا الأعمال العلمية والهندسية، الرعاية الصحية، فعندك أكثر من اختيار. الآن مميزات الحاسوب اللي هي من ضمنها السرعة والكفاءة، التخزين. يعني ما هي مميزات، يجيك سؤال ما هي مميزات الحاسوب، أو ما الفائدة من استخدام الحاسوب، ما الفائدة من استخدام الحاسوب؟ التواصل والشبكات، التنوع والمرونة، القدرة على البرمجة إلى آخره. من بالنسبة للأجيال اتفقنا أنه يكون يعني أوبشن،
تقدر تطلع عليه لكن أنت ما مطالب به، فقط تستلم. هذه بالنسبة للمحاضرات الثلاث. نجي الأربعة وخمسة، نبدأ بأمان الحاسوب، فأيضا يكون الأسئلة جدا سهلة، اللي عليك أنه تجاوب بشكل منطقي وصحيح بدون زيادة أو نقصان. بعد ما أقول لك يشمل أمان الحاسوب العديد من الجوانب، راح تعدد لي هذه التعدادات، ممكن شرح وحدة، لكن غالبا احنا يكون تعداد او فراغات، فانت تحفظ هذا الشيء. بالنسبة للشرح مالتهم لك يعني اطلاع، تكون عندك معلومات عن ماهية هذه النقطة، اوكي، تشفير البيانات، الجدران النارية الى اخره من النقاط. بعد ذلك ننتقل الى أهمية تثبيت برنامج مكافح الفيروسات وبرامج الحماية، يعني احنا ليش نستخدم مكافح فيروسات؟ شنو الأسباب اللي تؤدي إلى أنه نثبت مكافح فيروسات؟ رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، رقم أربعة إلى آخره من النقاط. أوكي، بعد ذلك ننتقل إلى ضرورة استخدام الكلمات المرور القوية. لماذا نستخدم كلمات مرور قوية؟ أيضا عندنا بعض النقاط المهمة اللي شرحناها سابقا نركز عليها. من بين مجموعة من الأفضل مكافحات الفيروسات إن هذين، طبعا مو بس هذني، يوجد العديد من الأنواع، لكن عليك أن تكتب أسماء لبرامج أنتي فيروس هي موجودة فعلا، وأسماء صحيحة وحقيقية إن كانت إنجليزي أو عربي. يعني مو بكيفك تكتب كلمات ما أنزل الله بها من سلطان. أيضا علامات واضحة تدل على أن جهازك مخترق، توجد العديد من العلامات. بعد ذلك تراخيص البرامج، كم نوع عندنا، او تشمل تراخيص البرامج العديد من العناصر، هذه اذا عناصر التراخيص، هذه عناصر التراخيص، انتبه للسؤال قبل الجواب. بعد ذلك عندنا انواع التراخيص، انواع التراخيص، هذه هي انواع التراخيص. لا تشبك بالجواب، يعني لا تجاوب بشكل عشوائي، لا تجاوب بشكل عشوائي. الآن ننتقل إلى الأسئلة النموذجية، الأسئلة النموذجية اللي امتحنا بيها أسئلة الميد بالنسبة للدراسة الصباحية وبالنسبة للدراسة المسائية، بالنسبة للدراسة المسائية. نبدأ بالدراسة المسائية، هذا هو امتحان الدراسة المسائية. هنا الإجابة عن 10 أسئلة، لكل سؤال درجة واحدة. هنا الأجوبة على هذه الأسئلة تكون دقيقة جدا، تعمدت أنه تكون الأسئلة بها جانب نظري وجانب عملي، وأعتقد السبب شرحته لكم، لأنه الكثير من الطلبة لديهم معلومات في الجانب العملي يفتقر إلى الجانب النظري، والعكس صحيح أيضا. والطلبة المجتهدين حقيقة، لدي العديد من الطلبة درجاتهم جيدة جدا، ماخذين درجة كاملة بالمادة، وأيضا اختاريت بعض الأسئلة من الجانب العملي تكون في الجانب النظري لتغطية المشاكل أو المعلومات المهمة اللي على الطالب أنه يركز عليها في مادة تطبيقات الحاسوب. فمن ضمن الأسئلة اللي إجتكم اللي هي تحديد أيقونات متجاورة، تحديد أيقونات متجاورة يمكننا بعدة طرق، عدد اثنين. حتى نحدد أيقونات متجاورة عندنا العديد من الطرق، مثل إيش؟ على سبيل المثال الآن أنا عندي هذه أيقونات متجاورة،
في الإيقونات المتجاورة تقول مثلا الطريقة الأولى، تكتب الطريقة الأولى اعتناء تعتنون بالخط وذلك بالضغط على كليك يسار، كليك يسار، ما تقول كليك يمين لأنه الكليك اليمين هو options. إذا عدي كليك يسار، هذه إيقونات متجاورة ممكن أحددها وذلك بالضغط كليك يمين مع السحب والإفلات إلى الإيقونة المراد الانتهاء بها. مثلا أنا أريد فقط هذني، أوكي أريده، أريدهم كلهم أحددهم كلهم. هذه طريقة أولى. الطريقة الثانية ما أقدر أقول كنترول أي، كنترول أي هذه تحديد الكل، هذه حالة خاصة. لكن عندنا الحالة الثانية أو الطريقة الثانية هي تحديد أيقونات متفرقة. بطريقة تحديد الأيقونات المتفرقة يمكنني تحديد أيقونات متجاورة. كيف يمكن تحديد أيقونات متفرقة؟ وذلك بالنقر يساراً على أي أيقونة أو على أول أيقونة مراد تحديدها. بعد ذلك نضغط على كاتيرال من لوحة المفاتيح ونحدد بواسطة الكليك اليسار من الماوس بعد الانتهاء أرفع يدي من الكاتيرال. هذه الطريقة الثانية، فتكون الإجابة بهذه الصيغة، تكون بطريقة الأسهم أو بشرح بسيط جدا. هذا يكون الجواب المنطقي اللي تاخذ عليه درجة كاملة. نرجع إلى السؤال الثاني، يمكن معرفة نوع المعالج. احنا عندنا أكثر من مفهوم، عندنا نوع المعالج وعندنا نوع نظام التشغيل. نوع المعالج عندنا عدة طرق، من ضمنها على سبيل المثال كليك يسار سيتنجز. من خلال سيتنجز ممكن أروح إلى System About. هذا هو المعالج، هذا هو البروسيسر، هذا هو البروسيسر. أنت ما لك داعي إنك تكتب هذه التفاصيل، أنت تكتب الخطوات فقط. نقول كليك يمين أو كليك يسار، كليك يسار Setting أو كليك يمين System. أوكي، حسب انت ما مشتغل. او من خلال البحث نكتب DXD IAG، نضغط انتر، راح تظهر لنا نوع المعالج. وانا نوع المعالج هذا هو البروسيسر، هذا هو البروسيسر. هنا نقدر نقرا البروسيسر. اذا عندنا اكثر من طريقه، نطلب منك عندك طريقه واحده تذكرها. عدد 5 من انواع الانتي فيروس شرحناها في البداية، عدد 5 مميزات شرحناها في البداية، استخدامات شرحناها في البداية، يشمل أمان الحاسوب موجودة بالمحاضرة النظر، عدد الإيقونات الرئيسية على سطح المكتب. انتبه للسؤال واذكر لماذا سميت بهذا الاسم. عدد الإيقونات الرئيسية، الإيقونات الرئيسية اللي اتفقنا عليها هي الإيقونات اللي نجدها بعد تنصيب الويندوز. بعد ما ننصب الويندوز نكمل الويندوز نلقى أربع إيقونات رئيسية، نلقى أربع إيقونات رئيسية اللي هي ماي كمبيوتر والريسايكل بين والنتورك والكنترول بانل. هذني أربع إيقونات رئيسية، هذه من ضمن النظام. بعد هذه الايقونات يسموها ايقونات ثانويه او غير رئيسيه، اللي احنا عندما ننصبهن، احنا برامج احنا ننصبهن او ملفات احنا نكتبها تصير بهذا الشكل. اما هذه تكون ايقونات رئيسيه، هذا اللي كنت اقصد به. لماذا سميت؟ لانه هذه الايقونات من بعد تنصيب النظام نجدها موجوده في النظام، يعني مو احنا ننصبها، يعني هي مو برامج، هي مو تطبيقات، هي مو ملفات احنا نسويها حتى نقول لها غير رئيسية، هذه يسموها الإيقونات الرئيسية. السؤال الثامن، ما الفائدة من إنشاء مختصر لملف ما؟
وذلك لسهولة الوصول إلى البيانات الموجودة في ذلك الملف. على سبيل المثال، لو أنا عندي ملف، هنا الآن عندي ملف، هذا الملف موجود بال this PC باللوكيت E مع التقني كوفا المنهج امتحانات. عندي هذا ملف، وهذا دائما اشتغل عليه. على سبيل المثال هذا الملف او الفولدر، هذا الفولدر دائما اشتغل عليه. فللسهوله اعمل بدل ما اجي للماي كمبيوتر واضغط للاي وانزل بالمعلومات اللي اني قسم التمريض الى المنهج الى اخره واوصل للامتحانات، بدل هذه العمليه كلها ممكن اسوي فولدر هنا خاص هو صوره للملف الاصلي مباشره ادخل عليه. هذا اذا هو لسهوله الوصول الى بيانات ذلك الملف خلاص بدون زياده او نقصان. ما اريد من عندك تشرح لي شلون اسوي او ليش، يعني منين اسوي، او اضغط كليك يمين واسوي انشاء، او يعني مختصر على سطح المكتب. هذه كل الاشياء ما اريدها من عندك، اريد مختصر مفيد للجواب. عدد انواع وحدات التخزين واذكر مثال. وحدات التخزين اتفقنا انه الرام ما تعتبر وحدة تخزين. وحدات التخزين عندنا وحدات التخزين اللي هو الهارد ديسك، تخزين الرئيسي، هذا اللي كنا نقصد به. أما الذاكرة العشوائية هذاك بحث آخر، اتفقنا أنه ما يعني نتطرق إلى بعمق. هناك مجموعة من الأوضاع الخاصة بإغلاق الحاسوب عدد 2. أنا الآن من أجي أسوي شت داون، من أسوي شت داون شو تظهر لي؟ تظهر لي مجموعة من الأوضاع اللي هي سليب، شت داون، ريستارت. فأنت تكتب 2 من عندهم. هنالك شركتان تنافس لصناعة المعالج الدقيق، وشرحناها أكثر من مرة، قلنا الـ AMD وشركة أنتل. شركة الـ AMD وشركة أنتل، عددها واذكر مثال واحد. شركة الـ AMD تذكر دائما رايزن، على سبيل المثال هذا الحاسوب مالتي AMD، هذا حاسوبي AMD رايزن، اوكي رايزن 5، خلاص رايزن 5، رايزن 7، E1 E2 ايضا الـ AMD. بالنسبة للأنتل، الأنتل مثل ما متعارف عليه تسمي كور i3، كور i5، كور i7 الى اخره من التسميات. عندما ننتقل لأسئلة الصباحي راح نشوف تقريبا مقاربة فيها بعض الاختلاف، يعني بعض الأسئلة اللي اختلفت لتنوع بالأسئلة. على سبيل المثال، لا يمكن أن يعمل الحاسوب إلا من خلال مكونين رئيسيين. مثل ما اتفقنا بالمحاضرات، قلنا مو كل شيء إن يعني نتكلم به بالمحاضرة هو موجود عندك بالبي دي اف. لا، اكو اشياء احنا نذكرها حتى الطالب الملتزم بالدوام يقدر يجاوب، الطالب اللي ما ملتزم بالدوام ما راح يقدر يجاوب. ليش؟ لانه هذه المعلومه هو راح يسمعها من المحاضره. لذلك الحضور جدا مهم، ننبه عليه، لانه هذه واحده من الاساسيات ومن التنوع بانواع التدريس واكتشاف الطلبه الجيدين الملتزمين عن غير الملتزمين. مثلا، لا يمكن أن يعمل الحاسوب إلا من خلال مكونين رئيسيين، ما هما؟ واذكر مثال لكل واحد. المكونين الرئيسيين هو الهاردوير والسوفتوير. اتفقنا الحاسوب ما يعمل إلا من خلال مكونين رئيسيين اللي هو الهاردوير والسوفتوير. الهاردوير كل شيء ملموس، مثلا الهارد، مثلا الشاشة، مثلا الكيبورد. مثال واحد، تكتب مثلا هاردوير بين قوسين مثلا ماوس أو كيبورد أو أي شيء، يعني شاشة أو هارد أو رام أي شيء. بالنسبة للمكون الثاني اللي هو السوفتوير، نظام التشغيل أو أي برنامج آخر. مثال واحد.
للحذف الأولي مميزات، اذكر واحدة منها. الحذف الأولي ما أريد من عندك تذكر لي خطوات الحذف، لا، شنو المميز بالحذف الأولي؟ الحذف الأولي ما يمر، الحذف العفو، الحذف الأولي يذهب إلى سلة المهملات. على سبيل المثال، أنا من أريد أحذف أي ملف، ممكن عندي حذف أولي وحذف نهائي. الحذف النهائي ما يمر بسلة المهملات، لذلك ما أقدر أرجعه. أوكي، يعني ما أقدر أرجعه بالطرق الاعتيادية، تحتاج طرق تقنية أكثر حتى أقدر أرجعه. أما الحذف الأولي لا، بإمكاني أرجعه من سلة المهملات. إذا ميزة الحذف الأولي يمكنني استرجاع الملف المحذوف من سلة المهملات. يمكن معرفة نوع المعالج، أيضا هذا مكرر. عدد 5 من أنواع الأنتي فيروس مكرر. عدد مميزات مكرر. يشمل أمان عدد 3 مكرر. من العلامات الواضحة تدل على أنه مخترق موجود عندنا في المحاضرات. اذكر أنواع الأيقونات، هناك قلنا رئيسية، هنا لا، أنواع الأيقونات. أنواع الأيقونات ما تذكر، تذكر تقول رئيسية وثانوية. الرئيسية مثل ماي كمبيوتر، الثانوية فولدر تم إنشاءه، أو مايكروسوفت وورد أو إكسل إلى آخره من الأمثلة. هذا هو بالنسبة للطاقم 8. ما الفرق بين النسخ والنقل؟ النسخ هو إنشاء ملف جديد، هو إنشاء ملف جديد طبق الأصل للملف الأصلي مع الاحتفاظ بالنسخة الأصلية. أما النقل نفس التعريف، لكن مع حذف النسخة الأصلية. يعني النقل هو استنساخ، أو هو نقل الملف طبق الأصل من مكان إلى آخر مع عدم إبقاء الملف الأصلي. بينما النسخ لا، هو نسخ الملف، نسخ الملف إن كان بهذا المكان أو بغير مكان، نسخ الملف مع الإبقاء على الملف الأصلي. هنا عندنا بالنسخ بيها شرط، إذا كان بنفس المكان. على سبيل المثال، أنا اليوم أشتغل ببحث معين، أشتغل بكتاب معين، وما معقول أني بيوم واحد أكتب كل الكتاب، لا، أكتبه بالتدريج. عندما أكتب بالتدريج ممكن تكون عندي فيرجنز، إصدارات، لأنه اليوم أكتب بكرة ممكن أغير، فالأفضل يكون عندي إصدارات. عندما أخلص كتاب بأكمله ويبدي تنقيح، فأقول هذا فيرجن 1، من أبدي أنقح أسميه فيرجن 2. إذا بنفس المكان ما يصير يحمل نفس الاسم، لازم أقول مثلا هذا باختلاف بسيط، شارحة ممكن، حرف زيادة، نقطة زيادة إلى آخره، رقم زيادة، حتى ما يكون مشابه. إذا كان بنفس الموقع، إذا كان بغير موقع لا، ممكن يأخذ نفس الاسم. يعني إذا بالسي ممكن، إذا نسخة للدي يأخذ نفس الاسم، ما عندي المشكلة دي. لكن أني دائما أنصح أنه تكون الفيرجنز بنفس الفولدر، وتكون مثلا على سبيل المثال محاضرة رقم 1 بال2024، أكيد بال2025 راح تختلف. ممكن تقنيات تنمسح، ممكن أشياء تستحدث، ممكن إلى آخره من الأمور، ممكن المنهج يتغير، فيكون هذا فيرجن أول وفيرجن ثاني. فالتحديث يكون بسيط نسبيا، يعني المفروض أحتفظ بالنسخة الأصلية وأعدل على النسخة الجديدة. هذا الفرق بين النسخ والنقل. ما الفائدة من إنشاء مختصر؟ ما الفائدة من إنشاء؟ سولفنا عليه بالبداية. هناك مجموعة من الأوضاع أيضا سولفنا عليها. هذه أهم المحاضرات. طبعا بقية المحاضرات تباعا، يعني هي بنفس الأسلوب، أنت تقراها بنفس الأسلوب تقرأها. هذا كل شيء. إذا أحد عنده أي سؤال، أو إذا عنده أي سؤال أو أي شيء، تقدرون تراسلوني، أو تراسلون ممثل الشعبة. بس أعتقد أنه هذا الأمر واضح جدا،
وما يحتاج أي يعني أي تكلفة، وإن شاء الله كل التوفيق، وأريد إن شاء الله تاخذون درجات كاملة. شكرا جزيلا، في أمان الله.